بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن تقضية البكتيريا. معكم الباحث خالد بن سعود الحبيبي. إن شاء الله اليوم يعني راح نتكلم درسين إن شاء الله عن التغذية الذاتية والتغذية الغير ذاتية. معظم البكتيريا هي كائنات غير ذاتية التغذية، أي تستمد غذائها العضوي من كائنات أخرى. مع ذلك هناك نوعين أساسيين من البكتيريا لديهم القدرة على بناء المواد العضوية من لا عضوية. النوع الأول هو يسمى بكتيريا ذاتية التغذية ضوئية، مثل بكتيريا الكبريت الخضراء. أيضا تحتوي على صبغة الكلوروفيل، ولديها القدرة على القيام بعمليات التركيب الضوئي مثل النباتات، أي بناء مواد عضوية مساعدة عن طريق الضوء، كما هو حال في النباتات كما قلنا مسبقا. طبعا هذا النوع الأول. إن شاء الله النوع الثاني راح نتطرق له في درس آخر عشان تكون السلسلة منفصلة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.